ديكسي مشي ديكسي وجي مانويل جوزيه. جه مانويل جوزيه اول تمرينه كانت ليه كانت في مدينه نصر في مدينه نصر في الاهلي مدينه نصر ملعب اربعه. دي كانت تاني مرحله اول دي. مره دي اول مره يجي في حياته اول مره في حياته ينزل مصر. ودخل اول لما دخل التمرين اول تمرين عملها اللي هي ايه مان تو مان الملعب كله. والله اول تمرين مش بار انا فاكرها في مدينه نصر في الاهلي مدينه نصر في ملعب اربعه ملعب اللي تحت بتلعب عليه المباراه وودانا عملها واول تمرين راح عامل المان تو مان الملعب كله. كان التمرين مميته كنا اول مره نعملها اول مره كنا نعمل التمرين حد شايف الكلام ده بقى لا احنا ما فيش اصل التمرينه دي هي التمرينه قاتله يعني الناس قاتله اللاعبين الناس ما تبقاش مش عارفاها التمرين دي عباره عن يعني ايه تحملات لا التمرين دي مان تو مان الملعب كله بيقسم الملعب من عند ال 18 لل 18 الثاني ويروح قاسم الملعب نصين تمام وحاطط هنا 3 على 3 و3 على 3 جوه ال 18 واقعدوا اضربوا بعض والنص هنا نص كله بقى مان تو مان المان بتاعك يروح اخر حته في الملعب يجيب جون يتروح معاه مفيش بقى فالتمرينه كلها جري وطبعا بقى انت عارف لما بيجي مدرب جديد كل الفرقه بتبقى ايه سخنه كله عايز يبقى يثبت نفسه فطبعا كانت اول تمرينه دي كانت تمرينه قاتله وبعدين اللي بيخسر مان تو مان انت انا جبت جونين وانت ما جبتش جونين فتجري 10 اطوار بعد الماتش فالتمرينه دي تسخين والتمرين بس وتخلص تطلع بيخليك يومين بقى مش قادر تقف مش قادر تقف لا التمرينه كانت دي كانت اول تمرين اول تعارف يعني مرنا كام تمرينه وطلعنا بقى على ايه على اسكندريه كان ساعتها لسه بنعمل معسكر في الاكاديميه البحريه وجي بقى هو ابتدى ايه يقعد ويفصص فرقه وطبعا كالعاده مدير فني بيشوف اللعيبه وعايز يغير طريقه اللعب واحنا طبعا ساعتها يعني لا حصل يعني ما كانتش البدايه كويسه لا ما كانتش كويسه لا ما كانتش كويسه ما انا عارف ما كانتش البدايه كويسه وقعدنا كان في اختلافات كتيره في طريقه اللعب وهو كان عصبي جدا كمان يعني معانا في الملعب لا هو فظيع فعايز اللي هو اللي عايزه بالظبط فحصلت مشاكل كتيره قعدنا فتره المعسكر بتاع اسكندريه ده بتاع اول سنه لمستر مانجوزي كان اسوأ معسكر في التاريخ مش بهرج صعب لا كان وحش قوي يعني وحش جدا بالنسبه لنا لان هو كان عايز الفرقه تخش بسرعه وتفهم شغله بسرعه وهو عايز ينجح واحنا كمان كنا يعني ما خدناش الدوري والامور كانت بالنسبه لنا صعبه جدا فطبعا يعني مرينا بفتره كانت صعبه جدا لغايه نهايه المعسكر ابتدينا الامور تتحسن الامور بقت تتظبط تاني مع بعض لغايه ما رجعنا ولعبنا ماتش بتاع ريال مدريد